في أزمة يقال عن أزمة انتشار هذه الظاهرة بأوساط الشيعة. نعم أنا بتصور أنه هذه سببها أيضا سيطرة الذهنية القبلية. حتى بلبنان كان في حروب، بتصور الحرب سبب أساسي للكسرة بالإنجاب على قاعدة أنه هول بيتحولوا إلى جيش من المقاتلين وجيش من مواجهة الطوائف يفاخروا به طائفة على طائفة أخرى، كانت سبب. وسبب الأهم أنه بتصور الإهمال والحرمان اللي تعرضت له الطائفة الشيعية اللي خلاها ترجع وتعود للعدد وتعتد بقيم القبيلة على حساب قيم الدولة. لأنه بتصور كل من الإنسان دخل بالبنية المدنية بنية الدولة كل ما حس حاله أنه محمي من قبل هذه المؤسسات فلا حاجة له لكسرة الإنجاب. بتصور ردة فعل الشيعة هي ردة إضافية على إحساسهم أنهم مهمشين بمجتمع لبناني أكبر منهم بمجتمع عربي إسلامي سني، فاعتمدوا على عامل الإنجاب بلبنان وربما بالعراق ومناطق أخرى. هذا ما بيعني أنه في تخلف عند هذه الطائفة، وإنما أنا بقول هي ميزة تخلف بمناطق الأطراف بلبنان ومعظم الأطراف في العالم العربي، لأنه عندنا نحن سيطرة المركز على الأطراف، المركز يتأثر بكل شيء. أنا شيعي عندي قرايبي، عندي عمي مثلا أحد أعمامي عنده 11 ولد وعنده أوضة وحدة بيته، فطبيعي لا في أوزع لهم عاطفة كما يجب، لا في أوزع لهم مال كما يجب، لا في أوزع لهم إرث لأنه ما عنده إرث. وبالفعل ما طلع ولا واحد سألته متعلم من عمك، سألته ليه جاب 11 ولد؟ أنا عامل دراسة أصلا أنا كنت شاغل بالحقل السوسيولوجي وعامل دراسة عن هذه الظاهرة، لأنه كيف بتشكل حالي عندي بمنطقتي بمحيطي كله جايب 10 و9 ولد. فأنا من الشغلات الظريفة اللي كانت معي أنه من أصل 10 مثلا عملت لهم عينة صغيرة، 8 منهم تلكأوا هني عم يسموا أسماء أولادهم، 4 منهم ما قدروا يرتبون بالترتيب مين اصغر من الثاني لحتى استعادوا مره واثنين وثلاثه يشوفوا اصغر من الثاني. شو السبب برايك؟ اذا يعني اذا عدم الوعي، يعني اذا واحد عدم مش قادر يحفظ اسماء اولاده بالترتيب كيف بده يوزع عليهم عاطفه؟